السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو تلقاكم في احوال طيبه وتكون ان شاء الله حالتكم نفسيه وروحيه في تحسن، يكون ديما الامل في القلوب ديالكم والابتسامه على المحيا ديالكم، وتكونوا ان شاء الله متشبتين بالعلاج ومتاكدين بان الفرج على الابواب والفرج قريب ان شاء الله. وفوالا دونك اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد اللي غنعطيكم فيه بزاف ديال الامل، وغادي نطرقوا لواحد الموضوع يعني بخصوص الوسواس اللي ما عمرني طرقت ليه في الفيديوهات السابقه. اول حاجه بغيت نقول للناس اللي كيبغوني نتواصل معاهم في واتساب، فانا ما عنديش واتساب، عندي انستغرام ديالي الاسم ديالو سناء موند، غادي يطلع لكم هنايا الاسم ديالو سناء موند. كنحاول ان اغلب الرسائل كنجاوب عليهم، واخا تطلع لكم في الاجابه فكونوا متاكدين بلي غادي نجاوبكم. علاش؟ حيت عندي كم هائل من الرسائل، وكنحاول انا كاع الرسائل نقراها بشويه وبتامل ونفهم كل واحد وشنو بغى يوصل لي من الرساله ديالو. فما تقلقوش مني الا كترسلوا لي رسائل وما عمرني جاوبتكم، فراه ماشي ما باغاش نجاوبكم، غير الوقت مساله وقت. راكم عارفين الانسان عنده بزاف ديال الانشغالات من غير يوتيوب ومن غير بزاف ديال الحويجات. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الموضوع ديال الوسواس القهري اللي هو الذنوب او التأنيب الضمير. بزاف ديال الناس كيجيهم، المهم هو تأنيب الضمير عادي، الانسان اللي عنده النفس اللوامه او النفس اللي كتلومه، حيت عندنا حنا ثلاثه ديال انواع الانفس. كاين النفس المطمئنه اللي كتكون مرتاحه مع الله سبحانه وتعالى، كتكون علاقتها به مزيانه، دينها مزيان، الخمس ديالها مزيانين، يعني الاركان الاسلام الخمسه مزيانين، فكتكون واحد النفس اللي مطمئنه اللي ما كتخافش من الموت، واحد النفس اللي علاقتها بالرحمن مزيانه، وقع زلزال عادي انسان مرتاح، جات تسونامي الانسان كيتخلع، يعني خلع عاديه ماشي ديك الفوبيا وكيبدا يغوت وكتجي هيستيريا، ما كيخافش من الموت، ما تيخافش من لي زاكسيدون، كتكون واحد النفس مطمئنه. النفس المطمئنه اللي الله يرزقني ويرزقكم ان شاء الله النفس المطمئنه ويهدينا للطريق المستقيم. وكاينه النفس اللوامه، النفس اللوامه هي النفس اللي كتجي في الوسط، النفس اللوامه هي ديك النفس اللي كتقترف في ذنوب، ديك النفس اللي كتقترف في ذنوب، ولكن كاين واحد التأنيب الضمير كما كنقولوا، تأنيب الضمير اللي كيزورها مره. مثلا اليوم شفرت، غير كنعطيكم مثال، اليوم شفرت شي حاجه في العشيه فاش كنرجع للدار، لا ما كانش عليا نشفر، الله سبحانه وتعالى غادي يعاقبني، ما كانش عليا الشفر، كيجي واحد التأنيب الضمير. حنا لحد الان واضحين، وكاين بيان سور النفس الاخرى اللي تتكون الله يهدينا ويهديكم، نفس اللي ما مسوقاش، يعني واحد النفس اللي يعني واحد النفس ما عرفتش شنو الاسم ديالها بالضبط، ولكن واحد النفس اللي كتقترف ذنوب وما كتداش فيهم، ما كاين عندها تأنيب الضمير، ما عندها حتى شي حاجه، يعني عايشه الدنيا فقط وما كتفكرش في الاخره ديالها بتاتا. خليونا في النفس اللوامه، النفس اللوامه فاش كتقترف شي دم كتجيها بعض الاحيان تأنيب الضمير اللي عادي اللي كيفكرها بالطريق الصواب وتيردها من الطريق الخطا او للطريق الغلط. وبزاف ديال الناس فاش كيمرضوا بالوسواس كيجيهم تأنيب الضمير حاد، وكيسحب لهم بلي هذاك تأنيب الضمير عادي كيجي اي انسان، لا، كاين تأنيب الضمير اللي عادي اللي كيكون في النفس اللوامه، وكاين تأنيب الضمير اللي كيكون من الوسواس القهري. باش غادي نعرفوا نفرقوا ما بيناتهم، كما قلت لكم تأنيب الضمير ديال النفس اللوامه عادي، يعني بمجرد ان مثلا كما قلت لكم كتشفر وكترجع للدار وكتقول لا ما كانش عليا شفر، صافي ديك الساعه كتوب وكتكون توبه نصوح وما عمرك كتعاود تشفر، وصافي كترتاح بالك كيرتاح، وكتطلب اكيد الله سبحانه وتعالى يغفر ليك ويسمح ليك. ولكن فاش كيكون عندك تأنيب الضمير حاد، يعني مثلا كتقدوز نهار كامل وانت كتفكر في الذنوب اللي اقترفتي وكتبكي وعندك وسواس، يعني كتفكر ذنوبك بطريقه اللي موسوسه، ما عرفتش كنرشح لكم وسواس ديال الذنوب او الوسواس ديال تأنيب الضمير على الذنوب، يعني كتبقى تقول ناري قصرت هاد الدم، ناري شفرت هنا، ناري قذفت المحصنات، ناري ما عرفتش، يعني كتبقى اشاك فوا كتفكر شي دم درتيه وكتاثر وكتشدك خنقه وكتشدك نوبه هلع. نعم كاين بزاف ديال الناس كتجيهم نوبه هلع ملي كيبداو يفكروا في الذنوب اللي اقترفوها قبل، وكيبقاو يقولوا بلي ربي ما عمره غيسمح لينا، غادي ندخلوا لجهنم، ربي عمره غادي يغفر لينا هاد الذنب هذا، وربي عمره غيغفر لنا هاد الزله هادي. خصكم تعرفوا واحد القضيه، فاش الانسان كتوصل به الوسواسه وتيبقى مخلوع وخايف وكيجي نوبه هلع وتيخاف من لقاء الله وكيبقى يتخيل بانه غيدخل لجهنم وبلي الله سبحانه وتعالى ما غاديش يغفر له، هذا عرفوها من الشيطان. اي وسواسه ديال تأنيب الضمير اولا ديال الذنوب عرفوها من الشيطان. نعم كاين بزاف ديال الناس كيعانيو من هاد الوسواس هذا ديال تأنيب الضمير اولا وسواس ديال الذنوب، وبزاف ديال الناس فاش جاتهم هاد الوسوسه هادي ما صحابش لهم اللي وسوسه، وصحاب لهم بلي بصح تفكروا الذنوب ديالهم
لهم لدرجه انهم ولاو كيشاركوا مع الناس حياتهم الخاصه وتيقولوا لهم ناري عارف شنو درت هاد الدم بهذا وهاد الدم بهذا وهاد الدم بهذا، وكيبداو يفتحوا الاسرار ديالهم وكيبداو يفتحوا كيبداو يفتحوا يعني الاشياء اللي ما جميلهش داروا في حياتهم. اكيد حنا كاملين عندنا واحد الجانب مظلم اللي كنخبيوه مني ومن بزاف ديال الناس، كاع الناس تقريبا عندهم واحد الجانب اللي مظلم كيخبيوه، جانب يعني الله يسمح لينا ذنوب اقترفناها اغلاط درناها كنخبيوها ما كنبغيوش نديروها في العلن اولا ما تنبغيوش نبينوها. وفاش كنمرضوا بهذا المرض ديال الوسواس والذنوب تنبداو اي حاجه طاحت لنا اي ذنب كنا درناه بشحال هادي تنبقاو نشاركوا مع الناس، وداك الذنب كيجينا عظيم وكيجينا بحال شي جبل، وكنتخيلوا بلي الله سبحانه وتعالى عمره غادي يغفر لينا، واللي تلاقينا تنقولوا ناري عرفتي راه درت هاد الذنب وهاد الذنب وهاد الذنب ربي ما حاشا يغفر ليا. هادو كيولي عندك واحد الوسواس ديال الذنوب، واحد الوسواس ديال التانيب الضمير. خصكم تعرفوا بلي الانسان فاش كتجي هاد كيجي هاد الاحساس هذا وهاد الوسواس، وكيولي نهارو كامل تيفكر في الذنوب اللي اقترف وفي الذنوب اللي دار، ونهارو كامل كيبقى يفكر في نفس الاشياء نفس الذنوب نفس الحوايج اللي دار. خاصو يعرف بلي الوسوسه من الشيطان. اكيد التانيب الضمير شي حاجه زوينه لانه كيكون من نفس اللوامه، والنفس اللوامه هي مقبله على النفس المطمئنه. علاش؟ حيت الانسان فاش كيكون عنده كما كنقول واحد الضمير حي، واحد النفس اللي لوامه، مثلا كما قلت لكم اليوم ظلمتي شي واحد، فاش كترجع تسكى بالليل على الفراش ديالك كتبقى تفكر لا ظلمته ما كانش عليا، وكتنوض تطلب منه السماحه. يعني داك الانسان كما كنقولوا فيه ذره خير، وفيه واحد القلب اللي شويه رحيم، واحد القلب اللي كيقد يدوز يعني للطريق المستقيم ويمر للطريق المستقيم. اما الانسان اللي كيكون كيخسر في الذنوب وما مسوقش وعادي وما كيديهاش في الناس، ظلمتي شي واحد ماشي مشكل، ما كيطيحش الكتف بعد. ولكن الوسواس ديال الذنوب الى فات الحد ديالو تيولي مرض، يعني مرض اللي خاصو حتى هو يتعالج. ولكن باش غادي يتعالج؟ بالتقرب من الله سبحانه وتعالى. علاش؟ حيت قد ما عرفنا الله سبحانه وتعالى وتقربنا منه كنعرفوا بان الرحمه الله سبحانه وتعالى وسعات الغضب ديالو، وشنو تنويو تنوليو فرحانين. علاش؟ حيت كنعرفوا بلي الله سبحانه وتعالى غفر لنا الذنوب اللي فاتت، والله سبحانه وتعالى سمح لنا على الذنوب اللي ديجا اقترفناها. اما الانسان الانسان فاش ما كيكونش كيعرف الله سبحانه وتعالى مزيان، وفاش ما كيكونش كيعرف دينه مزيان، ما كيبراش من هذا المرض هذا. بزاف ديال الناس غيجيو هاد الوسواس، ماشي شي وسواس اللي مهم، ولكن هاد الوسواس بزاف ديال الناس كيعانيو منه لدرجه انهم كتجيهم هيستيريا ديال الخوات. علاش؟ حيت ما تيقدوش يبقاو مخبيين دوك الذنوب اللي داروا، وتيوليو اي واحد تلاقاو واش في خبارك راني مثلا شفرت هاد البلاصه، واش في خبارك راني مثلا زنيت، واش في خبارك درت هنا، وكيبدا يفضح الصرائر ديالو. الوغ كو الله سبحانه وتعالى سترنا في الدنيا، وان شاء الله غادي يسترنا في الاخره. حيت بزاف ديال الذنوب كنقترفوها، ولكن الله سبحانه وتعالى كيسترنا. علاش؟ حيت الله سبحانه وتعالى ما تيبغيناش الفضيحه، وتيبغينا غير الحاجه الزوينه. ولكن فاش كنمرضوا بهذا المرض هذا تنبداو نفتحوا راسنا، واش خبارك درت هاد الدم، واش خبارك درت هاد الدم، واش خبارك درت هاد الدم. ولكن الانسان بلاص ما يبقى يعاود للناس، خصو يتقرب من الله سبحانه وتعالى، يقرا السنه، يقرا القران، يقرا كاع هادشي. فاش كنقراو هادشي كنعرفوا بان الذنوب الذنوب ديالنا واخا تكون كالجبال الله سبحانه وتعالى يغفرها لنا، واخا تكون الذنوب ديالنا كزبد البحر الله سبحانه وتعالى غادي يغفرها لنا. واهم حاجه تعرفوها ان هاد الوسوسه ديال التانيب الضمير اولا ديال الذنوب فهي من الشيطان. انا ما تهضرش لكم على التانيب الضمير اللي كيجي الانسان اللي اقترف ذنب، كنهضر لكم على التانيب الضمير اللي كيجيكم على الذنوب كامله اللي اقترفتوا في الحياه ديالكم، وكتخافوا منها، وكتجيكم نوبه هلع بالتفكير في دوك الذنوب، ودرت هذه ودرت هذه ودرت هذه، وكتبقى مخلوع الله سبحانه وتعالى يدخلني جهنم، وكتبقى تبكي مخلوع، وكيجيك لي فريسون، ومهم كتجيك نوبه هلع. هذه كتكون من الشيطان. علاش؟ حيت الله سبحانه وتعالى بالعكس الله سبحانه وتعالى غادي بغينا نبغيوه اكثر ما نخافوا منه. علاش؟ حيت كيقول الله سبحانه وتعالى رحمتي وسعت غضبي، فتخيلوا ان الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى وسعت الغضب ديالو. فاكيد الانسان الى اقترف اي ذنب وتاب منه، يعني تكون توبه نصوح انه ما غيعاودش يدير داك الذنب، وطلب الله سبحانه وتعالى انه يغفر له داك الذنب، وتقرب من الله سبحانه وتعالى، فاكيد الله سبحانه وتعالى ما غاديش يردك خالي الوفاض، واكيد الله سبحانه وتعالى غادي يغفر لك ذنوبك، وغادي يسمح ليك، وغادي يتنعم عليك بالنعم ديالو. الوغ كما قلت لكم بان الله سبحانه وتعالى كيغفر الذنوب كامله واخا تكون كذبات البحر، يعني الله سبحانه وتعالى كيغفرهم. ما على الانسان غير يطلب المغفره ويتوب اكيد توبه نصوح، ويطلب العفو عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما تيرد حتى شي واحد خائب. ودرت هذا الفيديو هذا حيت انا عارفه بلي الناس اللي مرضين بالوسواس ديال الموت كيدوزوا بزاف ديال المراحل، يعني هذا المرض هذا كنعيشوا فيه بزاف ديال المراحل، مرحله ديال اختلال الانيه، مرحله ديال نوبات الهلع، مرحله ديال
نوبات الوسواس، مرحلة الكسل والخمول، مرحلة ديال الخوف من المجهول. كنعيشوا بزاف ديال الاحداث في مرض واحد، اولا بزاف ديال الاعراض في مرض واحد، ومن هاد الاعراض هذه هي وسواس الذنوب اولا التأنيب الضمير على الذنوب اللي فاتنا، وكنبداو نخافوا من دوك الذنوب وكنشاركوها مع الناس. حتى انا صراحه دزت من هاد الشيء هذا، اللي هو انني كانت كتجيني وسواس الذنوب، كنتفكر الذنوب ديالي وتنبقى نبكي وتنخاف منها، وتنقول بان الله سبحانه وتعالى ما غاديش يغفرها ليا، وتنخاف من الله سبحانه وتعالى، وتنتخيل راسي وكانني دخلت لقعر جهنم. ولكن الحمد لله في رحلتي من التقرب من الله سبحانه وتعالى، يعني في ديك الرحله ديال التقرب من الله سبحانه وتعالى، من ذكر، من صلاه، من صيام، من تقرب من الله سبحانه وتعالى، من قيام الليل، هادشي كامل في ديك الرحله، وفي خطوه تلاوه القران الكريم، اكتشفت رحمه الله سبحانه وتعالى، الحب الله سبحانه وتعالى للعباد ديالو، والرحمه اللي كيرحمنا بها، والستر اللي كيسترنا دنيا واخره. وفي هذه الرحله هذه داك الخوف سبحان الله اللي تيكون تجاه الله سبحانه وتعالى تيولي حب، وتيولي التقرب من الله سبحانه وتعالى. وما تسبقوش تخافوا من الله، بعكس بانكم كتبغيوه وكتقربوا منه، وكتشوفوا النعم اللي كيتنعم علينا بها، والمكارم اللي متكرم علينا بها. يعني في هذه الفتره هذه ديال الوسواس الموت او لهذا، كنعيشوا هذه المرحله هذه ديال الذنوب، ديال التأنيب الضمير على الذنوب، وكنبداو نعاودوا للناس الذنوب اللي درنا. بصراحه انا كنت كنشارك الذنوب ديالي مع الام ديالي والاخت ديالي، كنت كنبقى نقول لهم درت، والام ديالي كانت كتقعد تضحك تقول لي سناء راكي ما قاتلاش روح سناء. يعني سبحان الله الشيطان لعنه والله تيضخم لينا دوك الذنوب، واخا تيكون ذنب صغير تيضخمو لينا. علاش؟ باش يبين لينا، باش يخوفنا من الله سبحانه وتعالى، حيت الشيطان لعنه والله ماشي في الصالح ديالو اننا نبغيو الله سبحانه وتعالى واننا نتقربوا منه حبا، بالعكس هو تيبغي يخلعنا من الله سبحانه وتعالى، وتيبغي يخلعنا من لقاء الخالق. وبعكس ان الله سبحانه وتعالى تيبغينا كثر من اي حاجه، والله سبحانه وتعالى كيرحمنا، والله سبحانه وتعالى متكرم علينا بزاف ديال النعم وكيسترنا. و الحاجه اللي نقدر ننصحكم انكم فاش يجيكم وسواس ديال الذنوب، بالعكس ما عليكم غير تصنتوا دروس التوحيد، تصنتوا الدروس الدينيه، ماشي اللي كتخلع، ماشي اللي كيكون عنده اسلوب الترهيب، بالعكس اللي كيكون عنده اسلوب الترغيب، يعني كيرغبك في الاسلام ديالك، وكيرغبك في انك دير دوك العبادات ودوك المناسك لله سبحانه وتعالى، دايرها لنا في القران. والحاجه اللي نقدر نقول لكم بان اي ذنب واخا يكون قداش ما كان، واخا تكونوا قتلتوا روح، ما عليكم غير تستغفروا، وانكم تنويوا ان الله سبحانه وتعالى يغفر لكم، وتطلبوه وتناجيوه وديروا، يعني تسببوا كما كنقولوا اعقل وتوكل على الله، تسبب باش الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يغفر لك، من صدقه، من زكاه، من شحال من حاجه تقديرها بنيه المغفره، وبنيه ان الله سبحانه وتعالى يغفر لك دوك الذنوب. وكونوا متاكدين بلي الله سبحانه وتعالى فاش كيبتلينا بهذه الامراض هذه ديال الوسواس او لهذا، فالله سبحانه وتعالى باغي لنا الخير، والله سبحانه وتعالى باغي لنا المغفره، وباغي لنا الرحمه ولمغفره الذنوب. وكنقول لكم بان هذا الفيديو هذا كندير هذه الفيديوهات هذو كنديرهم باش نشارك معكم تجربتي والتجارب ديال بزاف ديال الناس كتوصلني في انستغرام، فبزاف ديال الناس كيوصلوني رسائل ديالهم في انستغرام، حتى هما عانوا من هذه القضيه هذه ديال الوسواس، اولا ديال وسواس الذنوب، اولا تأنيب الضمير على الذنوب. فهذه غير وسوسه من الشيطان لعنه الله، اما الانسان العادي اللي كيتوب فكتكون التوبه ديالو عاديه، انه كيصلي وكيطلب الله وكيطلب الله المغفره، والله سبحانه وتعالى اكيد كيغفر ليه. ولكن فاش كتكون عندكم وسوسه ديال الذنوب، يعني كيولي عندكم واحد الخوف من دوك الذنوب، واحد الخوف من الله سبحانه وتعالى، فهذه كتكون وسوسه من الشيطان. وكنعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو مقبل، كنتمنى ان شاء الله ان هاد الفيديوهات يكونوا كينال والاستحسان ديالكم، ويكونوا ان شاء الله كينفعوكم وكيدروا عليكم بالنفع. وكنعطيكم موعد في فيديو مقبل ان شاء الله. اللي عنده اي تساؤل وعنده اي حاجه يخليها لي في التعاليق، وانا عندها راه عن الاشاره، واكيد غادي نخلي لكم انستغرام ديالي باش ان شاء الله اللي عنده اي تساؤل واي تعليق مرحبا بكم عندي في انستغرام. وكنتمنى لكم ان شاء الله الشفاء العاجل، ما عليكم غير تثبتوا في العلاج ديالكم وتقربوا من الله سبحانه وتعالى، وما تنساوش ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا.